فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أكل الذبيحة التي يقطع رأسها من فوق الرقبة بالسيف ثم ويقال بسم الله؟ إيش؟ هل يجوز أكل الذبيحة التي يقطع رأسها من فوق الرقبة بالسيف ويقال بسم الله؟ نعم، يجوز، يجوز أكلها إذا خرج الدم مع الأوداج وشخب الدم، هذا قطعا سيخرج الدم ويشخب، ولكن هذا خلاف الأفضل. الأفضل أن تذبح بالسكين، ويكون هذا برفق بالحيوان، لأن ذبحها فوق الجوزة يقولون يسرع بموتها وزهوقها، وهذا ما هو من صالح الذبيحة ولا من صالح الآكل. ما إذا ذبحت الذبح الشرعي العادي فهذا أتم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.